السلام عليكم. دور العدد قليل اليوم، كيف حالكم يا بنات؟ إن شاء الله بخير. قاعدين يتغذوا البقية الظاهر. الحمد لله بخير من رب العالمين. يعني كان هذا أنسب وقت إنه أحط لكم فيرتوال، لأنه تكون يعني عندكم فيرتوال حكيت لي قبل أنوار بعدين الساعة 6، كان هذا أنسب وقت يعني عندكم على 4، فاخترت إن هذا الوقت بس الظاهر إنه مفيش حدا بده يحضر. على كل الأحوال دخل ومروج ونوال. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بلشنا بالمحاضرة الماضية نحكي عن الشابتر 9، وحكينا اللور ابر ديكومبوزيشن، واخذنا طريقتين لحساب اللور ابر ديكومبوزيشن. طبعا طريقة حساب الابر مماثلة في الحالتين، ولكن طريقة حساب اللور لكم اللور ترينجولار ماتريكس هي اللي مختلفة. اوكي، اخذنا مثال طبعا على الطريقة الاولى ومثال على الطريقة الثانية. اوكي، في كان وقفنا هون لحد هون. في اي سؤال على حكينا المرة الماضية؟ في اي سؤال على حكينا المرة الماضية؟ طيب سكشن 9.2 بيحكي عن الباور ميثود. فعني ديفينيشن definition بيحكي if the distinct eigenvalues of a matrix A. okay, distinct eigenvalues لها matrix A are lambda 1, lambda 2, up to lambda k. في عندي k من ال eigenvalues ل matrix معينة اسمها A. ماشي، بيحكي لنا إذا كان ال absolute value ل lambda 1. عليكم السلام، أهلا يا أمية. إذا كان الـ absolute value لـ lambda 1 is larger than absolute value لـ lambda 2 and lambda 3 and absolute value لـ lambda k، ماشي الحال. يعني أنا كأني أنا باجي على الـ eigenvalues اللي عندي وباخذ الـ absolute value لهم، بحسب يعني باخذ قيمهم الموجبة، ما بدي السالبات السالبات، يعني كأني بلزق السالب وبطلع. إذا الـ lambda 1 هاي هي أكبر منهم كلياتهم، ماشي، فبحكي عنها إنها الـ dominant eigenvalue. طيب مش انه معناها مش انه ترقموهم انتم سموهم لما تسموهم انه لمده 1 لمده 2 وطلعوا انه لمده 1 مش هي الاكبر، لا انتم بتشوفوا انه لازم يعني في وحده منهم تكون اكبر من البقايا، فهي بسميها اللارجر ذان لمده 2 لمده 3 ولمده k، فبسمي لمده 1 دوميننت ايجن فاليو، بسميها الدوميننت ايجن فاليو لل a. اوكي، ان اني every eigenvector corresponding to the dominant eigenvalue is called dominant eigenvector. okay، يعني ممكن يجي على matrix معين مثلا يعطيكم matrix يحكيكم كل مثلا انه او يحكيكم انه احسبوا الايجنفاليو وشوفوا انه هل فيها dominant eigenvalue ولا لا، وهل في واذا في dominant eigenvalue احسبوا corresponding eigenvector. ممكن هيك يجي السؤال، او ممكن هو يكون معطيكم قيم اللامدا محسوبات جاهزين مثلا ويطلب منكم هل في dominant، يعني اذا كان السؤال هيك ممكن يكون سؤال multiple choice مثلا يعطيكم قيم اللامدا ومثلا يحكي لكم مين مثلا الست من هذول الست اللي فيها فيها dominant eigenvalue، وانتم تشوفوا مين اللي بتحقق هذا الشرط ماشي الحال، وتكون فيها dominant eigenvalue، ممكن ما يكون في عندي dominant eigenvalue. اوكي، في عندي هون عندي example جدا كثير، في example على dominant eigenvalue. some matrices have dominant eigenvalue and some do not. هاي من الحكي اللي انا حكيت لكم اياه، يعني في matrices لها dominant eigenvalue وفي matrices ما لها dominant eigenvalue. اوكي، لانه ممكن مثلا كيف انه ما يكون لها dominant eigenvalue، ولكن هلا نشوف المثال هاي موجود. for example if the distinct eigenvalue of matrix انا distinct eigenvalue matrix معينة هم minus 4 minus 2 1 and 3، لو جيتوا حسبتوا ال absolute value اللي لهم كلهم 4 2 1 and 3. اوكي، 4 2 1 and 3. اوكي، لو طلعتوا على lambda 1 رح تلاقوا انه absolute value لها اكبر
قيمته الأربعة أكبر من بقية الخيار، بالتالي اللمدة اللي هي ماينس 4، الماينس 4 هي الدومينانت. أوكي أنت تقول لا الماينس 4 هي الدومينانت مش الفور، مش الأبسولوت فاليو. أوكي بس أنا بطلع الدومينانت اعتمادا على الأبسولوت فاليو، إذا الأبسولوت فاليو عشان أشوف القيم الأكبر هي اللي أكبر، بالتالي بحكي عنها إنها هي دومينانت ايجين فاليو. اوكي والكورسبوندينج ايجين فيكتور لها بسميه دومينانت ايجين فيكتور. اوكي واضح ايش يعني؟ في عندي هون اذر اكزامبل عن انه ما في عندي دومينانت ايجين فاليو. شوفوا قيم اللامدا هون لميتريكس اخرى، قيم اللامدا هم 7 ماينس 7 ماينس 2 اند 5. اوكي لو جيت اخذت الابسولوت فاليو لالهم رح تلاقوا انه 7 7 2 5، فالسبعة تكررت مرتين، يعني ما في وحدة الابسولوت فاليو لها اكبر من البقايا. ففي عندي لما انا سنتين عندي اللي هم اللمدة واللمدة، لما حطيت الابسولوت فاليو لهم سنتين طلعوا 7، فانا ما بقدر احكي مين اللي فيهم دوميننت ايجين فاليو. سو ذيس از اكزامبل دوز نوت هاف ا دوميننت ايجين فاليو. اوكي واضح. في عندي الثيرم نرجع عليها. الثيرم بتحكي let A be a symmetric n by n matrix with a positive dominant eigenvalue lambda. يعني في عندي لامدا dominant eigenvalue، بس هو قيمته الأصلية positive، يعني قبل حتى أنا ما أخذ، أكيد هو بعد الأبسولوت فاليو حيكون positive، بس هو قبل الأبسولوت فاليو هو positive. يعني مثال اللي شفناه من شوي مثلا هون الأبسولوت اللامدا كانت dominant eigenvalue بس ما كانت positive، كانت negative قيمتها. واضح إيش المقصود فيها؟ يعني قيمة الدوميننت ايجين فاليو لازم تكون بوزيتيف. اوكي اذا كانت اكس نوت هي يونت فيكتور في الار ان، يونت فيكتور في الار ان عارفين ايش يعني يونت فيكتور، يعني طوله يساوي واحد، النورم له يساوي واحد، ذات از نوت اورثوغونال تو ذا ايجين سبيس كورسبوندينج لاندا، ومش اورثوغونال للايجين سبيس الكورسبوندينج لا اللاندا، طبعا الايجين سبيس اللي كورسبوندينج لللاندا هو كمان فيكتور، وفي عندي x not هو unit vector وهو not orthogonal، يعني ضد product لهم لا يساوي zero. صح يا أمنية؟ كيف كانوا الأسئلة امبارح؟ صعبات وسهلات؟ كانوا جدا سهلين الأسئلة كانوا على كل الأحوال. والله لسه ما يعني من شوي تذكرت إنه أنا عندي أسئلة لازم يصححهم، إن شاء الله اليوم لسه بصححهم، يعني لسه ما شفت الأشياء عملته. لا بس بتوقع انه يعني فعلا نكون عملته كويس، يعني اخذت وقت بالدراسة وكانت الاسئلة عادية وتقريبا نفس اسئلة المد، وانت اصلا يعني انت شفتي اسئلة المد شو هي. لا تخافيش انا بكون راقية كثير وانا بصحح، ما تخاف ايدي خفيفة بالتصحيح. طيب نكمل. اذا حكينا انه انا عندي الـ A هي symmetric n by n matrix والبوزيتيف دوميننت ايجين فاليو، اذا كانت الاكس نوت هي يونت فيكتور في الار ان وليست اورثوغونال للايجين سبيس الكورسبوندينج لللامدا، فالنورماليز باور سيكونس، يعني انا بدي اعمل نورماليزيشن للباور سيكونس اللي هم مين هم. اول شيء عندي الاكس نوت تقريبا كيف تذكروا الجرام سميث، اذا كان عندي انا براسس معين بطلع اشي مقابل اشي مختلف طبعا، بس انه المبدأ يعني انه انا قاعد اول شيء عندي الاكس نوت ببلش فيها. الاكس وان ايش هي الاكس وان؟ الاكس وان يعني كأني انا بدي اعمل سيكونس، طيب اسمها باور سيكونس اصلا، يعني طيب عملية نورماليزيشن لها. السيكونس هاي بتبلش بالاكس نوت اللي اصلا هو بيكون معطيني اياها بالسؤال. الاكس وان بحسبها كيف؟ هي عبارة عن ايه في اكس نوت على نورم الاي ضرب الاكس نوت، ماشي؟ بعدين الـ x2 هي a في x1 على نورم الـ a في الـ x1 وهكذا. على هاي الطريقة بحسب السيكونس. طيب
هلا هاي السيكونس اللي اسمها باور سيكونس، اوكي، بتكون كونفيرج ليونت دوميننت ايجن فاليو، بتكون كونفيرج لليونت دوميننت ايجن فاليو. طبعا ما راح ادخل بشو يعني كونفيرج لانه يعني كمان هذا شيء عميق، اوكي، بس انه اسمها كونفيرج، ما تخش بالتفاصيل، المهم السيكونس كيف شكلها. اوكي، السيكونس كمان اللي هي ax1 دوت x1 ax2 دوت x2، طيب بس نشوفوا فيهم عندي كومنت بيناتهم x ax3 دوت x3 وهكذا. هاي السيكونس بتكون كونفيرج للدوميننت ايجن فاليو لامدا. اوكي، هذيك بتكون دوميننت سوري يونت كونفيرج ليونت ايجن فيكتور، هاي بتكون كونفيرج للدوميننت ايجن فاليو. هاي هي الثيرم، رح اشوف شو التطبيق اللي عليها، اذا عليها تطبيق. في عندي هون كمان اللي هي الباور ميثود والايكليديان سكيلينج. الباور ميثود اللي هي يعني السيكونس اللي كنا نحكي عنها من شوي اللي اسمها الباور سيكونس. فهون عندي الباور ميثود والايكليديان سكيلينج، في عندي 4 ستبس. اول ستيب طلع عليهم بس ثواني برجع لكم. اوكي، السلام عليكم الجديد. عندي الستبس حكينا لطور ميثود اسمهم هي اسمها الباور ميثود. اوكي، اول ستب اللي هي تشوز ان اربيتري نون زيرو فيكتور. اوكي، اربيتري نون زيرو فيكتور زي الفيكتور اكس نوت اللي كانت عندي قبل شوي. اعمل نورماليز، اعمل لها نورماليزيشن. اوكي، اف نيد بي تو اوبتين يونت فيكتور اكس نوت. طيب بعد هيك كومبيوت اي اكس نوت، شوفوا نفس الشيء عندي على هون الثيرم. اوكي، عندي بعدين بدي احسب الاي اكس نوت، شايفينها، وبدي اعمل لها عمليه نورماليزيشن، نورمالايز ان نورمالايز تو اوبتين ذا فيرست ابروكسيميشن اكس 1. يعني انا بحسب الاكس اي اكس 1 الاي اكس نوت، سوري اي اكس نوت، انا لما اقسمها على النورم لاي اكس نوت انا فعليا قاعده بعمل عمليه نورماليزيشن. اوكي، فهذا هو المقصود انه اعمل لها نورماليزيشن، يعني اللي هي نفس الستب اللي هناك في السيكونس انه اي اكس نوت على النورم الاي اكس نوت عشان تطلع عندي الاكس 1. اوكي، وبتحسبه بعدين الاي اكس 1 دوت اكس 1 اللي هي للسيكونس الثانيه، السيكونس اللي تحت الاولى. اوكي، بعدين نفس الطريقه بنعمل الاي اكس 1 اند نورماليز ات تو اوبتين ذا سكند ابروكسيميشن اكس نوت، صح؟ وبعدين بعملها نورماليزيشن، بقسمها على الابسولوت فاليو النورم لاي اكس 1. طيب وبعدين بحسب الاي اكس 2 دوت اكس 2، ماشي الحال؟ اذا هاي اللي هي الباور ميثود. طيب اني احسب اي اكس نوت اللي هي السيكونس اللي هون بالضبط، السيكونس اللي هون، ماشي؟ وهاي السيكونس الاخرى اللي هي كل هاي الطريقة اللي اسمها الباور ميثود، ماشي الحال؟ طيب شوفوا هون عندي مثال الباور ميثود with Euclidean scaling. apply the power method with Euclidean scaling، يعني هاي اللي بعطيني example وبدنا نعمل applying لهاي الميثود على هذا الاكزامبل. اوكي، عندي الـ A هي عبارة عن 2 by 2 matrix زي ما انتم شايفين، هي symmetric matrix 3 2 2 3، والاكس نوت معطيني اياها هي الفيكتور 1 0. حكي لي ستوب وين عند الاكس 5، يعني هو بكل حدد لي وين اوقف، يعني انتم شايفين انا بحسب اكس نوت بعدين اكس 1 بعدين اكس 2، طب انا وين اوقف؟ هو بيكون حدد لي انا وين اوقف عند اي عند اي فيكتور. فهو هون حكي لي ستوب ات اكس 5
and compare the resulting approximation to the exact value of the dominant eigenvalue and eigenvector. شيء يعني أنا فعليا قاعد بعمل عملية approximation لهذا لهذول الفيكتورز. أوكي بحكي لي إنه احسبوهم بعدين اعملوا عملية comparing بينهم وبين ال exact value لل dominant eigenvalue لل eigenvector. أوكي شوفوا عندي ال solution. طبعا اول شيء بدكم تحسبوا الايجن فاليو لهي الماتريكس A. طبعا صار يعني كيف محروب لما بنحكي لي حساب الايجن فاليو بيطلع معكم الايجن فاليو 1 and 5. اوكي and that eigen space corresponding to the dominant eigen value لا lambda equal 5 هي line resulted by the parametric equation x1 t x2 t. يعني هاي هي شكل ال الايجن سبيس اللي كورسبوندينج لامدا ايكوال 5. اوكي هلا بحكي لنا خذ قيمه التي على انها تساوي هاي تي هيك. يعني في عندي بالايجن سبيس توجد الايجن سبيس الكورسبوندينج لامدا ايكوال 5 هو اربيتري يكون ماشي ما بيكون في عندي يونيك ايجن سبيس رح يطلع اربيتري ايجن سبيس في قيمه للتي وهي التي رح نختارها على انها 1 على جذر 2. على اي اساس اخترناها انها 1 على جذر 2؟ اوكي شوفوا setting t equal 1 على جذر 2 يلز نورماليز دومينانت ايجن فاليو. يعني الخطوه هاي عشان اعمل عمليه نورماليزيشن لل الدومينانت ايجن فاكتور. اوكي فال v1 شو راح يكون شكله؟ 1 على جذر 2 1 على جذر 2 وهو تقريبا يعني لو بدي احسبه بالارقام الكسور العشريه بيطلع هيك. ماشي الحال؟ هاي أول خطوة. الخطوة اللي بعديها now let us see what happens when we use the power method starting with the unit vector x0. هاي ال x0 عندي اللي هي عطاني إياها كانت 1 0 في المثال. أوكي أنا أول شيء بدي أحسب ال a x0 ال a معطيني إياها ضرب ال x0 هاي الجواب. ماشي هاي ال a x0. هلا ال x1 شو بتساوي حسب الميثود تبعتي a x0 على norm ال a x0 وهذا هو الجواب وهذا تقريبا الابروكسيميشن لها. يعني احنا بنعمل عمليه هذا تقريبا خلينا نحكي القيمه الاكزاكت. ماشي بس انا لما احسب جذر 13 جذر 13 بتحسبوه على الكالكوليتر في عندكم يعني ديجيتس كثيره. ماشي الحال فهون ممكن يجي يحكي لكم مثلا قربوا ل 4 ديجيتس ل 3 ديجيتس ل 2 ديجيتس وهكذا. طيب فالعمليه بتكون عمليه تقريب. يعني انا بالنهايه باخذ ابروكسيميشن ما باخذ اكزاكت فاليو. طيب فطبعا هاي يعني حسابات هاي تساوي هالجد وتساوي هاي القيمة الأخيرة لهذا المقبل. ماشي بعد هيك جينا حسبنا ال AX1. طيب ال AX1 شو بتساوي بنفس الطريقة اللي هي عبارة عن A اللي هي 3 2 2 3 ضرب ال X1. ال X1 اللي هي حسبناها من شوي هي يعني هو طلع هذا المقطع. طيب ال X0 شو بتساوي AX1 على النورم ال AX1 وحسبناها وبعدين ردينا عملنا الـ AX2 والـ AX3 والـ AX4 عشان حسبنا مين؟ الـ X5. هو حكى لي stop at X5 خلص وقف عند الـ X5. ماشي الحال؟ بس شوفوا الخطوات انه انتوا بلزمكم كالكوليتر عشان تعمل الحسابات بالارقام الكسور العشرية. اوكي؟ واضح لحد هون؟ في سؤال؟ هلا بعد هيك في عنا ال اللامدز. اوكي اللامدا 1 اللي هي ال AX1 ضد X1. هلا احنا هون صرنا بنعمل مين؟ صرنا بنعمل ب هذا الشيء. اوكي اللي هو السيكونس تبعت الايجن فاليو. احنا هون عملنا السيكونس تبعت الايجن فيكتور. طيب عملنا سيكونس من فيكتورز هون هاي سيكونس لفيكتور هاي سيكونس لايجن فاليو. طيب هياتها كونفيرج تو يونت دومينانت ايجن فيكتور هاي بس هاي كونفيرج لدومينانت ايجن فاليو فالقيم هذول هم ايجن فاليو اللي رح نسميهم لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3. ماشي الحال ومن هون احنا جبنا قيم اللامدا. كيف اذا لازم تختاري اي رقم وين باي خطوه ما فهمت ايش يعني اي رقم اللي بدك تختاريه؟ ما في اختي بختار على كيفي.
هون هاي التيك قصدك؟ قال انا حكينا هاي التي، انا ليش اخترت هاي التي؟ هاي قيمة النورماليزيشن تاع الفيكتور هذا اللي هو واحد واحد. شو النورم له هذا؟ تحت الجذر واحد زائد واحد اللي هي جذر اثنين، والنورماليزيشن انا بقسم على قيمة النورم صح؟ فبصير واحد على جذر اثنين. فانا كاني عملت نورماليزيشن لهذا الاشي، بس اخترت قيمة التي اللي هي قيمة النورماليزيشن عشان اضمن انه يكون يونت فيكتور. فهمتي؟ لانه كان من البداية بالثيرم انه انا بدي يكون عندي يونت فيكتور. وصلت الفكرة؟ اوكي. هلا انا بنرجع لهون بدي احسب السيكونس تاعت الايجن فاليو. هي عندي اللمدا 1 اللي هي ax1 دوت x1. طيب ال ax1 دوت ال x1 اللي هي ax1 ترانسبوز x1. طبعا ليش؟ لانه ال ax1 اذا بتيجوا تطلعوا عليها هي رح تكون فيكتور. ماشي؟ هي ax1 هياتها شايفينها؟ فيكتور يعني كميتريكس. ايش السايز تبعته؟ 2 باي 1. ماشي؟ 2 باي 1. والدوت ال سوري دوت الاكس 1، الاكس 1 كمان 2 باي 1. طيب ما بتصير عملية الضرب 2 باي 1 و 2 باي 1 ما بتصير. فاخذت الاكس اي اكس 1 عملتها ترانسبوز عشان تصير 2 باي 1 باي 2، وهذيك 2 باي 1 يصير عدد الصفوف الاعمده في الاولى يساوي عدد الصفوف في الثانيه عشان يتحقق شرط الضرب. ماشي؟ عشان هيك عملنا الترانسبوز. واضحه هاي؟ ليش انه حكينا اي اكس 1 ترانسبوز؟ عشان اضمن انه عمليه الضرب تصير صحيحه، لانه الاي اكس 1 السايز لها هي 1 ضرب 2 يعني تصير 2 ضرب 1 يعني صفين بعمود، والاكس 1 كمان صفين بعمود 1 في 2، فعدد الأعمدة في الأولى 2 وعدد الصفوف في الثانية 1 ما بتزبط. أخذت الترانسبوز للـ AX1 عشان تنعكس العملية وتصير عدد الأعمدة في الأولى يساوي عدد الصفوف في الثانية وتزبط عملية الضرب تصير جاهزة. فهذا هي حسبنا طبعا اللامدا 1 شو قيمتها، طبعا راح تطلع القيمة قيمة يعني ايجن فاليو كرقم، وهو اللامدا 2 بنفس الطريقة، لامدا 3، لامدا 4، ووقف عند اللامدا 5. ماشي الحال؟ فاللمدا 5 approximates the dominant eigenvalue to 5 decimal place accuracy and x5 approximates هي 5 decimal place. طيب 5 digit يعني. And x5 approximates the dominant eigenvector in 7 اللي ال equation اللي مرت معنا بالثيرة to 3 decimal place accuracy. اوكي okay. اذا هون احنا عملنا approximation لهذا المقدار. واضح؟ هذا مبين السؤال، سألته انه apply the power method with Euclidean scaling، بتكون حافظين الخطوات، خطوات سهلة يعني شغلة ممتعة هيك سلسة. في سؤال؟ في عندي كمان positive dominant eigenvalue lambda. Theorem تحكي لي let A be asymmetric in by M matrix with a positive dominant eigenvalue lambda. Okay. إذا كانت الـ X not non-zero vector in Rn that is not orthogonal to the eigenspace corresponding to lambda، نفس الحكي اللي كنا حكيناه من شوي بهذيك الـ theorem. فـ sequence اللي هي X not بعدين X1، شو قيمة الـ X1؟ هي AX not على الماكسيمم للـ AX not. بعدين الـ X2 اللي هي انتبهوا هذا الحكي نفس الحكي اللي كنا نحكي فيه من شوي، بس هاي converge to an eigenvector corresponding to lambda، والـ sequence هاي converge to lambda. ماشي؟ الفرق انه انا هون قاعد باخذ قيمة الماكسيموم للـ AX not AX1 لحد الـ AXK minus 1. طيب ما عليها ايش انا عايزة كأني مرتين من اشي لا مش هاد. I think there's something. سوري لا مش عايزة شيء ماني أنا دخلت. أوكي. ماشي الحال. هذه كانت الباور ميثود. طيب هذه كانت الباور ميثود with scaling with Euclidean scaling. ماشي أو طيب هيك كان اسمها هاي الميثود.
لأن الروت هاي اسمها الباور ميثود للماكسيموم انتري سكيلينج. طيب للماكسيموم انتري سكيلينج ماشي الحال. فهون ايش كان هناك كان السؤال ابلاي ذا باور ميثود للاكليبين سكيلينج، كان ابلاي ذا باور ميثود للماكسيموم انتري سكيلينج. اوكي هذا الفرق، ولا الستيب تقريبا هم نفس الشيء ونفس ما عملنا هناك تقريبا رح نعمل هون، بس الفرق انه هذيك اسمها الباور ميثود ويز اكليبين سكيلينج، هاي اسمها باور ميثود ويز ماكسيموم انتري ويز ماكسيموم سكيلينج. اوكي choose an arbitrary non zero vector x naught, compute a x naught and multiply it by a factor 1 على maximum a x naught. يعني نفس الميثود بس عشان احسب مين، عشان احسب هذول تو سيكونس، ما في داعي اضيع وقت وانا بقرا في الميثود. اوكي واضح معكم الحكي؟ Do you have any question guys? اوكي هذا الاكزامبل زي ما انتم شايفين نفس الاكزامبل اللي كان هناك معنا، بس بدنا نطبق عليه الميثود الثاني. اوكي نفس المثال بس بدي اطبق عليه، ونفس الشيء بدي اعمل ستوب عند الاكس 5 واعملها كومبيرنج. هيا طيب اي اكس نوت، لا الاكس 1 هي AX نوت على ماكسيموم الـ AX نوت. شو يعني ماكسيموم الـ AX نوت؟ يعني تيجوا على الـ AX نوت هي الجواب 3 2. مين قيمة الـ entry الماكسيموم اللي هي 3؟ فالماكسيموم الـ AX نوت هي قيمتها 3. ماشي الحال؟ هون مثلا الـ AX نوت تساوي 4.333 و 4، فمين الماكسيموم فيهم؟ هاي القيمة اللي 4.333، فبتصير تقسموا على 4.333، اوكي؟ ما بخوفك، هاي أرقام عادية يا أمي، ما تخافي. اوكي واضح يا بنات النسب كيف انها بنفس الطريقة، بس انه الفرق انه انا قاعدة بقسم على هياتها ماكسيموم الـ AX نوت، القصد المقصود فيها اهم شيء الماكسيموم، القصد فيها اللي هي قيمة الرقم الاكبر بالـ AX نوت. طبعا نفس نفس هذيك المثل هذيك كل ستيب كانت ترجع الستيب اللي قبلها، يعني انا عشان احسب الاكس نوت الاكس 1 كنت استخدم الاكس نوت، عشان احسب الاكس 2 كنت استخدم الاكس 1 وهكذا، نفس الكلام. طيب فهون انا عندي الاكس نوت، الاكس نوت بتكون معطيني اياها والاي بتكون معطيني اياها، الاكس 1 هي استخدمت الاكس نوت عشان احسبها، الاكس 2 استخدمت الاكس 1، الاكس 3 استخدام الاكس 2. طيب وهكذا، واضحات الخطوات معكم؟ يعني نفس الحكي اللي عملناه قبل شوي، بس بدي كان تفهموا ايش معنى اذا بقسم كلمة ماكسيموم اللي هي القيمة الأكبر من هذول القيمتين، يعني هي هاي القيمة الأكبر هي أخذها بالـ AX2، مثلا هون ماكسيموم الـ AX3 هي AX3، مين اللي أكبر بين هذول القيمتين؟ القيمة العلوية اللي هي 4.96 أكبر من 4.95. طيب؟ واضح؟ وبعد هيك بحسب الاكس اللامداز بهي الطريقة ونكون خلص. ماشي واضحة الأمور يا حلوين؟ طيب نيجي على سكشن 9.3 اللي هو الانترنت سيرش انجن. هلا بيحكي لنا يعني هو زي عملية ابلاينج لل الانترنت. انا يعني ما عجبنيش كثير السكشن بصراحة، عشان هيك ما اخذتش منه كثير اشياء. فهم يحكي لنا عن الجوجل انه اتطورت في 1990. اوكي ويوزز ا بروسيجر نون از ذا بيج رانك الجوريثم تو انالايز هاو 11 سايتس ريفرنس وان انذر. They build a search set. Okay. عملوا بنوا search set سموها الأس تحوي N من السايت. Okay. وعرفوا adjacency matrix. قيمة adjacency matrix مش جديدة عليكم. Okay. For S to be the N by N matrix A اللي هي AIJ، على اعتبار انه قيم الـ AIJ هاي واحد اذا كان السايت reference السايت، والـ AIJ 0 إذا كان الـ site does not
ريفرنس سايت. هاي الأدجسنسي ماتريكس بالنسبة لجوجل اللي عملوها. اوكي اشتغلوا على مبدأ الماتريكسية. فهون هيها هاير از ا تايبيكال ادجسنسي ماتريكس فور سيرش سيت وذ فور سايز. يعني انا عندي فور سايز اوكي 1 2 3 اند 4 وهاير الريفرنس سايز سايز سوري. هي شكل الادجسنسي ماتريكس. طيب اذا هو واحد اذا كان السايت ريفرنس واذا ما كان ريفرنس بكون زيرو. فهم بيكون عندهم يعني معايير معينة من الريفرنس ومن المش ريفرنس وبحطوا ال بيعبوا للميتريكس. اوكي هاي شكل الادجسنسي ماتريكس تبعتهم واضحة. يعني كل هذا السكشن بيحكي عن هيك اشياء اطلعوا عليه. ما يعني انا ما عجبني صراحة، يعني شيء ما بيعجبني حبش اشرحه. بما انه اوكي comparison of a procedure for solving linear system. في عندي هون مصطلحين بدنا نشوفهم، اللي هو ايش يعني flop وايش يعني cost solution. The flop هو عبارة عن arithmetic operation اللي هم البلس والماينس والديفيجن والبرودكت on two real numbers. اوكي اذا هم للارثمتيك اوبريشن اسمهم الفلوب. طيب هلا الكوست لا السوليوشن، الكوست لا السوليوشن is the total number of flops total number of flops required to solve a problem. اوكي واضحة معكم الجملة؟ الكوست كلمة كوست للسوليوشن يعني شو كلفني هذا الحل؟ شو تكلفت فيه؟ شو تكلفة السوليوشن؟ تكلفته هو التوتال نمبر اوف فلوبس، يعني العدد الكلي من العمليات الفلوبس اللي هم الدائم الجمع والطرح والضرب والقسمة اوكي اللي استخدمتهم عشان احل بروبلم. اوكي فالجاوس جوردن اليمينيشن واللور ابر تريانجولر ديكومبوزيشن اوكي والكوست للسولفينج لينير سيستم از ابروكسيميتد باي 2 على 3 انت كيف زائد انت تربو. يعني هذا طبعا بعد عده يعني خطوات وشغل واشياءات معينه وقدروا توصلوا انه انا بقدر احسب الكوست باستخدام هذا القانون. طيب طبعا في جدول رح تشوفوه بعد شوي لهي الاشياء. هيها الكوست استيميت فور سولفينج لارج لينير سيستم. إذا أنا عندي large linear system تقريبا إحنا بنعمل approximation لا هاي يعني لما يكون السيستم يعني يكون عندي سيستم كبير كثير ممكن أنا أستخدم الكمبيوتر عشان أعمله. أوكي فأنا بعمل له عملية approximation يعني حتى إنه ما بوصل لدرجة إنه أنا ما بقدر أعد كم عدد الـ operations اللي أنا عملتهم على هذا السيستم. طيب فأنا بعمل approximation لهم. فطبعا في الـ الـ في سيستمز معينات زي في شيء اسمه التايلر اكسبانشن مثلا. التايلر اكسبانشن شيء طبعا بالماس هذا في شيء اسمه فورورد وفي شيء اسمه باكورد. ما رح ندخل بتفاصيل فورورد وباكورد بس تحفظوها انتم كجمله انه عدد الفورورد فيزز الفلوبس ابروكسيميشن لهم تقريبا هم 2 على 3 انت كيف والفلوبس للباكورد فيزز هم تقريبا انت كويس. اوكي واضح يا حلوين الفلوبس للفورورد فيز هم 2 على 3 انت كيف تكون تحفظوا هذا المقدار والفلوبس للباكورد فيز هم تقريبا انت كيف تربيع سوري. اوكي هذا الحكي لللارج لينير سيستم الكوست استيميت. طيب اذا الكوست استيميت حكينا ايش هو؟ هو النمبر اوف فلوبس اوكي توتال نمبر. هون عندي example بحكي لي cost of solving a large linear system. طبعا
طبعا انتو لما يجيكم سؤال في الامتحان او سؤال وين ما كان، يعني هذه الطريقه اللي بدكم تستخدموها عشان تحلوا هياتها. بس السؤال approximate the time required to execute the forward and backward phases of large total elimination for a system of 10 to lower 4 10,000، يعني equation 10,000 ل 10 قوة 4 in 10، يعني شوفوا عندي 10,000 معادلة ب 10,000 النقط، يعني انتوا قاعدين بتحلوا معادلتين وثلاث معادلات بتو variables و 3 variables. اوكي، هون انا عندي 10,000 معادلة ب 10,000 النقط، تخيل العدد الهائل. اوكي، ف وطالب مني اعمل approximation لل time required عشان احسب ال forward وال backward phases لل طبعا لما انا بدي اشتغل على الجاوس جوردن elimination. اوكي، using a computer that can execute 10 gigaflops per second. طيب، فهذا solution. طبعا انا عندي قيمة الان اللي هن عدد الانونز، عدد الانونز عندي ان هو 10 قوة 4. اوكي، for the given system. So المعادلتين اللي هم هذول اللي 6 و 7، هذول المعادلتين اللي هم الباكورد والفورورد. اوكي، بيعطوني النمبر اوف جيجا فلوبس ريكويرد فور ذا فورورد اند باكورد فيزز. فالفورورد هي 2 على 3 انت 3 في 10 قوة 9. انا استغرب ايش هون اللي يعني في القانون في الكتاب حتى مش مكتوبة اللي في 10 قوة 9، خذوها من هون من السؤال، اشتغلوا حتى السؤال. طيب، يعني في عندي ضرب 10 قوة 9 وقيمة الان زي ما حكينا هي 10 قوة 4، فبحط 2 على 3 بعوض 10 قوة 4 تكعيب ضرب 10 قوة ناقص 9. طبعا 10 قوة 4 تكعيب هي 10 قوة 12، يعني هي 4 ضرب 3. اوكي، 10 قوة 12 ضرب 10 قوة ناقص 9، بجمع الاسس 9 ناقص 9 و12 هي 3، وبصير 10 قوة 3 هياتها وال2 على 3. طيب، والباكورد هي ان سكوير في 10 قوة ناقص 9، هي ان سكوير هي 10 قوة 4، في 10 قوة 4 تربيع يعني 10 قوة 8، في 10 قوة ناقص 9 8 ناقص 9 ناقص 1، في 10 قوة ناقص 1، هدول الباكورد. طيب، هلا التايم هدول الفلوبس، هلا التايم الباكورد والفورورد كيف بدي احسبهم؟ اللي هي النمبر اوف فلوبس طيب ضرب 10 قوة ناقص 1، ماشي الحال، ضرب 10 قوة ناقص 1. هون نفس الشيء. اوكي، ان شاء الله. هون طبعا عندكم جدول للـ approximation cost الـ n by n matrix with large n. هذا الـ Gauss and Jordan elimination، الـ forward هياتها، الـ backward هياتها. مثلا لو سألكم عن الـ lower upper decomposition، نفس قيمة الـ Gauss and Jordan elimination. اوكي، في عندكم الـ solve الـ ly equal b forward، يعني تقريبا اهم شيء اللي هي الجاوس اند جوردن اليمينيشن. طيب، عندي سكشن، هذا اخر سكشن ولا الضايل كمان، اها ما ضلش كم سلايد. السكشن الاخير بيحكي عن السنجلر فاليو ديكومبوزيشن. ايش يعني سنجلر فاليو ديكومبوزيشن؟ في عندكم هون ثيرم، الثيرم الاولى بتحكي انه اذا انا عندي n by n matrix فال a and a transpose a have the same null space. تبغوا عايز الثيرم، يعني مثلا انه a و a transpose a، a و a transpose a، و a a transpose a، لهم a b d، يعني هذول ال 2 matrices ايش فيهم الخصائص المشتركه؟ لهم نفس النل سبيس، نفس الرو سبيس، نفس الرانك. اما a transpose مع a transpose في a لهم نفس الكولوم سبيس. اوكي، تنتبهوا على هاي الثيرم، دايما بذكركم تنتبهوا على هاي الثيرم، المالتيبل تشويس، الترو فولس ستيتمنت. في عندي كمان ثيرم انه هذول التو، انه اذا انا عندي ان باي ان ماتريكس فا اي ترانسبوز اي هي ارثوجونال دايجنالايزبل، والايجن فاليو لها هي تكون نون نيجاتيف. اوكي، تكون نون نيجاتيف.
singular value the composition. The singular value بحكي لي إذا أنا عندي n by n matrix وعندي lambdas 1 2 up to n هم ال eigen value لمين؟ لل A transpose في A. يعني هم ال eigen value للمش matrix A لل matrix A transpose ضرب A. في عندي matrix جديدة ال eigen value لها هم هذول. فالنمبر اللي هم سيجما 1 اللي هي ايش هي السيجما؟ اللي هي جذر اللمدا 1، سيجما 2 هي جذر اللمدا 2 وهكذا، هم عبارة عن سيجمولار فاليو. إذا بترجعوا لورا شوي تلاحظوا إنه شو الهدف من هاي؟ إنه الأيجين فاليو من نيجاتيف، ليش؟ لأنه عشان أحسن هون أقدر إني أحسب لهم مين؟ السكوير روت، لأنه لو ما كانوا بوزيتيف ما بقدر أحسب الجذر التقديري لأي عدد سالب. هون يعني استفدت أنا من هاي السيرة هون إنه الأيجين فاليو للـ A transpose A كلهم من نيجاتيف. ليش؟ عشان لما أجي أحسب فيهم السنجولار فاليو. ماشي الحال؟ فهذول هم السنجولار فاليو. في حال انطلب منكم تحسبوا السنجولار فاليو للـ A، لا عندي ماتريكس معطيكو ماتريكس A وحكيكم احسبوا السنجولار فاليو لها، تحسبوا A ترانسفورز ضرب A، ماشي الحال؟ تضربوه للبعض تحسبوا الايجين فاليو وبتاخذوا الجذر التربيعي لإلها لكل وحدة من الايجين فاليو هذول، هذول بكون هم السنجولار فاليو. طيب؟ في عندي كمان سيرة مع singular value decomposition، إنه إذا كانت matrix n by n matrix A فال A بقدر أعملها في الفورم U في summation، هذا الرمز يعني هو مش summation، رمز يعني يستخدم، فال V transpose على اعتبار إنه ال U وال V هم orthogonal matrices، وال summation هاي هي matrix whose diagonal entries are the singular value of A. شوفوا هي matrix الدياجونال انتريز اللي عليهم السنجولار فاليو تبعين الـ A and whose other entries are zero، والبقايا الانتريز اللي عليها بيكونوا صفر. هي شكل هاي matrix. اذا الـ U والـ V هم orthogonal matrices والـ W بتكون الدياجونال هم السنجولار فاليو هذول والبقية zero. ماشي، نروح نشوف مثال السنجلر فاليو. هذا معطيني هون ماتريكس، حكي لي احسب السنجلر فاليو لهي الماتريكس. اول شيء بتعملوه بتحسب الاي ترانسبوز في الاي، الاي ترانسبوز هي 101 بعدين 110 بتضربوها بالاي وبطلع الجواب. هذا الجواب، الجواب اللي بيطلع معكم بتحسبوا له الايجن فاليو اللي هي اي ماينس لمدا اي ماينس اي، اوكي؟ فبيطلع معكم قيم الايجن فاليو اللي هم 3 و1، هذول الايجن فاليو ل الـ A ترانسبوز A. بعدين تاخذ الجذر التربيعي للثلاث وجذر التربيعي للواحد اللي هم سيجما 1 وسيجما 2 اللي هم بيمثلوا سنجولار فاليو. مفهوم ايش يعني سنجولار فاليو كيف حسبناها؟ تخيل سهل يعني very simple. اوكي فعلي هون singular value decomposition، إذا كانت ال A n by n matrix و Frank K then A can be factored as اللي الحكي اللي أنا حكيته من شوي U summation for V transpose اللي هي بهاي الطريقة، هي ال U شايفين U1 U2 up to UK UK plus 1. طيب هون عندي ال summation هاي، ها شايفين ال diagonal هم ال singular value البقايا الصفار، ماشي الحال. وهون عندي اللي هي ال V transpose. طيب الصايف بينهم هي محطوط ال V هي orthogonal diagonalization حكينا، وال non zero diagonal entries اللي كمان حكيناها بالحكي من الثيرم اللي قبلها. طيب معناها applying هون عندي هيات، شوفوا هذا ال شوف ال example أوضح بتكون الأمور. طيب عشان نحسب طبعا هذا آخر example وهو آخر إشي، يعني فيش عندي هون أعمل نظرة على section الأخير. أوكي شوفوا شو رقم تستفيدوا منه، ما حطيت منه أنا أشياء يعني، بس أنتوا طلعوا عليه ما تحملوه. أوكي يعني اقرأوا فيه. ظل عندي هذا اخر مثال رح احكي عنه اللي هو بنحسب الـ singular value decomposition لهاي الماتريكس. مع الحال هون كان احسب الـ singular value
طيب شوف هذا الفرق، هم كانوا singular value، هم صار اسمهم singular value decomposition. ماشي الحال؟ مش تحكوا لي هي طريقة وهي طريقة، لا هذي لايك اسمهم singular value. هاي هون سألني احسب singular value، مثال هذا نفس الماتريكس نكبه 1 1 0 1 1 0 هياتها. ماشي هناك حسبنا لها singular value، هون نحسب singular value decomposition. طيب هذا الفرق بالسؤالين. كلمة الديكومبوزيشن الاكزامبل اللي حليناه من شوي اللي هو اللي ما حسبنا السنجولر فاليو، حسبنا الاي ترانسبوز اي، حسبنا الايجن فاليوز لها اوكي، وحسبنا السنجولر فاليو اللي هو اللمدا 3 جذر ال 3 3 وال 1 اوكي. هلا ال في 1 وال في 2 هم الايجن فيكتور كورسبوندينج لللمدا 1 واللمدا 2، حكيكم انه ليف ات فور يو تو فيريفاي ذات. يعني انتو بتقوم تطلعوا الايجن فيكتور اللامدا 3، الايجن فيكتور المقابل للامدا 3 هي اتو اللي هو في 1، والايجن فيكتور الكورسبوندنج للامدا للسيجما 2 اللي هو الواحد اللي هي في 2. ماشي سوري، طبعا انتو مش بتطلعوا الكورسبوندنج للسيجما 1 للسيجما 2، بتطلعوا الكورسبوندنج للامدا 1 للامدا 2. ماشي الحال؟ فالفي هي عباره عن في 1 في 2، هاي الماتريكس V. وين حصلنا على V إذا؟ هن V1 وال V2 اللي هم مين هم؟ اللي هم الكولمز اللي هم الايجن فيكتور كورسبوندينج للايجن فاليو. ماشي الحال؟ طبعا هذول بيكونوا اورثوجونال ديريجولايزز للاي ترانسبوز بي. ماشي الحال؟ طبعا هذا الحكي احنا جبناه من الثيرم قبل شوي حكيناه. هون انا بدي اكمل، بدي اعمل مين؟ بدي اعمل اليوم. هي اليو بتحكي لي كيف بقى اطلع الانتري تاع النيو، هي اي اي في اي على النورم للاي في اي. هلا نشوف. ماشي، فاليو 1 شو رح تكون؟ اي في 1 على النورم للاي في 1. طيب اللي هي مين؟ اللي هي سيجما 1. يعني هذا القانون اللي بتحفظوه انه الفي 1 ايش هي الفي؟ الفي اللي هي عباره عن الفيكتور اللي القلم تبعانها تبعينها هم الكورسبوندينج ايجن فيكتورز للايجن فيكتورز الكورسبوندينج للايجن فاليو تبعين ال A ترانسبوز A. طيب بعد هيك بدي احسب اليو. اليو هي عبارة عن ايش؟ اليو 1 واليو 2. كمان عندي تو كولور الماتريكس، القلم الاول طبعا القانون هو اي في 1 على سيجما 1 واي في 2 على سيجما 2. ماشي الحال؟ الاي في 1 بتحطوا الـ A هياتها الـ A، والـ V1 اللي هي هياتها، والـ Sigma 1 وبطلعوا الـ U1 وبطلعوا الـ U2. ماشي الحال؟ R2 of the three column vector of U، U1 and U2 كمان orthonormal as expected. بعد هيك طيب إذا هيك حسبنا الـ U1، حسبنا الـ V، بعدين حسبنا الـ U. ماشي الحال؟ هلا حكينا إنه الـ U1 والـ U2 زي ما حكينا هو أوف نورمال، هلا في عندي هون هي جذر 6 U1 وجذر 2 U2. طبعا هذا الحكي ليش عملوه؟ لانه انا عندي عشان يخلص من الكسور. طيب عشان نضبط يعني شكل U1 والU2 ما يضلوا هيك، فاجا حكى انه لو ضربت U1 هي تساوي هذا المقدار، فلو ضربتها بجذر 6 ماشي بصير عندي جذر 6 U1 شو بيساوي؟ جذر 6 في جذر 6 هون 6 صح؟ جذر في جذر بروح الجذر بضلنا تحت الجذر. جذر الستة ضرب جذر الستة ستة، ستة تقسيم ثلاث بصير عندي اثنين. ماشي هي هون نفس الشيء، جذر الستة في جذر الستة ستة، ستة تقسيم ستة واحد وهون واحد. ماشي فمن هون عندي جذر الستة يو 1 وقيمته هالقد. ونفس الشيء بالنسبة لليو 2 ضربها بجذر اثنين. ماشي هياتها جذر اثنين. فجذر اثنين ضرب جذر اثنين هي اثنين، على اثنين واحد اللي هي عندي ماينس 1 هون 1 هون هياتها 0. ماشي الحال؟ طيب؟ طبعا هذا الحكي عشان انا بعد هيك بحكي لنا انه
حتى الرجعة سيارة شوي أفرجيكم. قال القلم للفيكتور حطيناهم حسب اليو اي ماشي الحال. بعدين حكينا ان اليوز هدول هم الارث نورمال بيسز. طيب هلا اليو از ان اكستنشن لليو تو ان ارث نورمال بيسز للار ام. طيب الار ام، الام هي مين؟ هي عدد الاعمدة. طيب في الاكس ماشي الحال. عدد الأعمدة. طيب إذا نشوف اليو، هسا أنا إحنا هسا باليو عندي ال هي extension. أنا بحسب شوف يو 1 يو 2 عندي يو كي، بعدين يو كي بلس 1 يو كي بلس 2 عندي يو ام. طيب يعني عدد الصفوف هون عدد الأعمدة السوري هو ام. طيب لا الأرثوغونال بيسز لا الار ام، فبحكي لنا هون بالمثال زي ما انتم شايفين انه هذول اليو 1 واليو 2 هم عباره 2 اوف 3 كولمز للفيكتور ولليو ماشي الحال. ف وي كود اكستند ذا سيت يو 1 يو 2 تو ان اورث نورمال بيسز من الار 3. طيب عشان هيك انا لازم يكون في عندي كمان يو 3، يعني انا بدي اعمل اكستنشن، يعني انا بدي امدد هاي الماتريكس ماشي من عمودين الى ثلاثه اعمده، ففي عندي كمان عمود اسمه يو 3. كيف بدي احسب على احصل على يو 3؟ بهاي الطريقه اللي احنا عملناها ماشي الحال. فاجي اخذنا ال اليو 3 بحكي لنا 2 to satisfy these two orthogonality conditions, the vector U3 must be a solution to the homogeneous linear system. هذا اللي هم U1 والU2. طيب 2 1 1 0 minus 1 1 بكتب العمودين كصفوف، شايفين كيف؟ ماشي ضرب X1 X2 X3 وبحل هذا السوليوشن ماشي. فبتشلوا بتجدوا قيمة ال X1 وال X2 وال X3. قيمة ال X1 وال X2 وال X3 هم مين؟ هم ال U3 ماشي، اللي هي ليش؟ اللي حكى لنا اليو 3 هي السوليوشن للهوموجينيوس سيستم اللي من هون اجا من هون. طيب واضح. فهذا الشكل الاخير اللي حصلنا عليه، هي اليو وهي ال شو اسمها اللي هو من السميشن، حكينا اللي بيكونوا السنجولار فاليو اللي جذر الثلاثي والواحد، وهي الفي ترانسبوز احنا حسبنا الفي واخذنا الفي ترانسبوز لها، وهي اليو اللي هم اليو 1 واليو 2 واليو 3 ماشي الحال. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ ارجع اقرا الموضوع مره جديده، بتكون الامور ان شاء الله اسهل. في أي سؤال؟ نور، نجوى، موجودين كلكم؟ نور نجوى ما سمعت أصواتكم، موجودين؟ ليلى موجودة؟ نور أنا بعرف، يعني استغربت إني أصلا شفتك يعني، بس إنه البقايا. ليلى مش موجودة. ليلى على كل على موجودة ليلى، تكتب لي أدري قاعدة بعدين. أوكي ليلى، طيب ماشي. أوكي في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ كويس نتعلم جيران هم الإسرائيليين. شابتر 10 I think إنه يعني أنا ما شفته موجود بالسيلبس، بس إنه هو المفروض إنه في كمان مثلا يعني كمان ويك، يعني في الأسبوع الجاي كمان إنه في محاضرة، بس أنا يعني صدقا يعني بعدي مش متأكدة لأن الكوردينيتور ما بعتني. بس طب أنتم ما عندكم سيلبس أصلا على بلاك بورد؟ ما في سيلبس عندكم؟
طيب شابتر 10 موجود فيها؟ مش موجود. كيف ما عندكم شابتر 10 يا أمي؟ يعني ما في بالكتاب شابتر 10؟ ما بعرف، على كل حال أنا يوم الأحد بتبين الأمور، بتهيألي إنه لأ، يعني مش بالخطة، يعني بتخيل إنه لأ، يعني إنه كل الشغل انشغل على أساس هذا الويك آخر ويك، فعلى كل الأحوال يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله في حاولوا إنكم هيك تعملوا ريفيجن، تعملوا أشياء. تحبوا تيجوا مثلا يوم انه نعمل ريفيجن يوم الثلاثاء الجاي لما تيجوا نعمل المحاضرة ريفيجن، اي واحدة عندها سؤال حابة تسأل سؤال تسأله، لانه يعني امتحانكم ضايل علينا، احنا اليوم 2 الشهر، امتحانكم 29 على ما اعتقد ولا 25، نسيت انا انت بالتاريخ بيكون امتحانكم اعتقد 25 او 29، والله نسيت. يعني عندي تاركم شهر 25 يوم بهالمقدار، فأي واحدة عندها سؤال فيها تسألني إياه يوم ال 22، كمان لسه أقرب، يعني يصير عندكم 20 يوم على الامتحان. ف أي واحدة عندها سؤال فيها تسألني يوم الثلاثاء عنه، أنا بكون موجود إن شاء الله يوم الثلاثاء، باجي يعني على باجي على المحاضرة يعني، واللي عنده سؤال تحب تسأله ونسأل. يعني حلو إنه نعمل ريفيجن فيس تو فيس أحسن ما نعملها على الفش على الفيرتشوال. اوكي، في اي استفسار؟ الله يعافيك يا رب. اي حد عنده استفسار، اي سؤال؟ اوكي، رح يكون عندكم بونص إن شاء الله، في 10 علامات بونص، بس لسه نبحث في الموضوع يعني كيف رح نحطه، ممكن يجوا على الفاينل، ممكن مش عارفة كيف رح يجوا، بس في 10 علامات إن شاء الله رح يكون بونص، فشدوا حيلكم، بكير جبتوا علامات كويسة، أوكي؟ لا ان شاء الله، لا ان شاء الله بيكون صعب يا دلال، يعني مش زي الايام السكيت. ان شاء الله خير على كل، الله يجزيك الخير باذن الله. اوكي، ماشي الحال، بتحبوا تروحوا ترتاحوا عندكم محاضرة، ارتاحوا، بتحبوا تتغدوا تتغدوا، ويعطيكم العافية، نشوفكم ان شاء الله الثلاثاء القادم، السلام عليكم.